فينا على ليبون كول يعني على 14-13 ويرشحوا أحلى ضرب، رح نعدلكون ضرب خبيرة التجميل دنيا وخبير التجميل أبو فارس الذكر. شو يا أستاذ غسان منبلش؟ بعد ما وصل أبو فارس الذكر منبلش ما بسيطة دنيا شوي انه تأخر علينا كمان. مش مشكلة. خبير تجميل كتير مهم يعني يمكن كان بيفيدك. سوري بتذكريني باسمه بس. ابو فارس البطل. يمكن بهالدومين انتو بتسمعوا ببعضكم كتير. ايه بسمع بس بصراحة مش سامعة فيه بعد. سامعة فيه. لما نتعرف عليه شخصيا. طيب. بونسوار اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج شو هالحكي. اليوم حلقتنا شوي مغيرة عن الفن. اكيد هي كلها بالنهاية فن اسمه. معنا خبيرة التجميل الآنسة دنيا، أهلا وسهلا فيك. يمكن هالحلقة بتهم النساء أكثر من الرجال، فمنقول لكل الستات هلأ ينطرونا حتى نعرف شو هي آخر الموضة للمكياج. أهلا وسهلا فيك ست دنيا. أهلا فيك. بدك تخبرينا أول شيء شو دارج لهالشتوية؟ السنة دارج الألوان الفاتحة، حتى لو بالشتاء دارج الألوان الفاتحة، يعني رجعنا نستعمل البلوسيال، الأزرق، النيلي، الأخضر، رجعنا عم نستعملهم اكثر من البني والغوامق يعني اللي بالشتاء. الفوندو تان كثير فاتح، يعني الوجه دارج ابدا ابدا مش اسمر، الوجه ابيض. ابيض. ومثل العاده يعني، وكمان في شغله جديده انه يا بتحطي اومبر على الحل يا اي لاينر، يعني يا اقلام يا اومبر. ودارج بخصوص الضفير غير الوجه، دارج البليزيور كولور على الضفر، كذا لون على الضفر اذا بدكم تشوفي. حتى لونين، حتى لون ايه ازرق وابيض. كنت بدي اسال دارج الرسم كثير هلا على الضفير. طب هيدا ما بتلاقي صعوبه برسمه؟ نو هو في منهم بحطوا مثل بلاستر خصوصي بينعمل، وفي منهم لا على البراتيك بتصير كثير هينه. بتحطي اول شيء الكولور الباز وبترجعي بترسمي بالالوان. سوري هي سوري عاشت سير عاشت سير شي ما بيخمر ولا يهمك. مالي بونسوار. بونسوار كيف الصحة؟ يا هلا تفضل. بونسوار كيفي؟ اهلا. تنعرفكم على بعض سوا؟ اكيد. ما بدي تتعاملي معها بعدين برجع بقول انا لحالي. لا عندك مشكله؟ اذا قعدنا سوا طيب يلا ما بدي بس ماشي يلا بنكفي استاذ غسان. عملنا مونتاج. اوكي. لا ترحب فيه لاستاذ ابو فارس الذكر. يلا اوكي. وصل كمان ضيفنا الثاني هلا ابو فارس الذكر، اهلا وسهلا فيك استاذ ابو فارس. وفيك يا هلا. اهلا. تاخرت شوي استاذ ابو فارس بس اضطرينا انه نبلش نحكي. عجيب سير. فحم قلبي. فحم قلبك طيب. فحب قلبك يا ريت تاخد كنت شي مسقح مش شي سخن. ما هيك بدي اقول. لا انا شفريق عشقت سير شي قتولي كنت خبط كل العالم اليوم. شو بدي خبري؟ بسيطة استاذ ابو فارس كانت ست دنيا خبرتنا شوي. شو بتشتغلي بدنيا؟ اخصائي التجميل يعني. اه والله؟ وين؟ بالزلقة حضرتك وين بتشتغلي يعني؟ انا انت الناس ما شيري شو بدك تشتغلي وين ما بدك تشتغلي كل شيء بيشتغل. انا بظن بالخليج اكثر شيء بتشتغل. لا الدول العربيه ايه كمان عندي اميرات عندي كذا اكيد اكيد وعم بركز على باري هلا. باري عم نفتح بنيو ايه بلكي بنتعاون سوا هيك بتعرفني على شخصيات مهمه. تكرم عينك. ليش لا بساعدك شو بدك انا مستعد ساعدك. كلك بقى حبيبي. تسلمي. طيب بنكفي حديثنا. كنا عم نسال الانسه دنيا انه عم بتقلنا انه الالوان الفاتحه دارجه لهالسنه. مين قال؟ ست دنيا. لا بالعكس كل شيء دافي. نعم. والوان الغامقه. نعم. الكريون كولور ما بقى دارج ابدا. كل شيء بلاج. بلاج. بلاج ايه اكيد. فون دو تان بدك تمحيه بالشتاء ابدا. دارج البشره الناصعه. الكونتور تاتو اكيد بس بليز هلا اذا هيك المقابله تقوم في الان اعصابي لا هلا يمكن كل انسان عنده رايه ما عليه استاذ ابو فارس الذكر انه بدك تطول بالك اعصابي تعبانه كل واحد عنده مونوزيل اكيد غلطان لانه ما عم بيتابع اكيد ما انا ما عم بتابع شريط بليز ما قلت لك من الاساس بلا ما اقعد لا ما بيصير سوري مش قصدي بس انه كل انسان عنده رايه السنه مسيو باردون ابو فارس الذكر ابو فارس الذكر السنه يا مسيو مش دارس ابدا الالوان الغامقه ابدا ولا الدافيه رجع درج البلوسيا لاحظ عيني انت البلوس الالوان الفاتحه السنه دارجه ليه عيب حالك ليه مش حلوه؟ ايه شو هي؟ مالي وقت تصوير؟ منين جايين؟ يبعت لك حالها ايه تصويري انا
انه شوي شوي استاذ ابو فهد اكيد مش معلش انا ما بتفيدني معلش كملي معه معلش لا لا انت خلت كملي معه بليز وقفوني عم تصوري هلا لا واقف كل شيء هلا وين جايب الموضه استاذ ابو فارس نحن مخترع على الموضه الشريه يعني ما بسمح لك تساليني هيك سؤال هلا عم تحكي مع مبتدئين ما عندي مشكله انا مين قال لك مبتدئ يا حبيبي انا لا تستني لي هلا انا بساعدك وشو بدك وبامري ما بدي مساعده بس بليز تركني اعطي رايي يمكن حضرتك عم تعطي رايك انا عم بعطي الموضه تعطي الموضه اعطي الموضه بس بدنا نقول لنسوان ما يسمعوا كثير يعني لك بتجاوب كمان هلا ما وقفت تصوير معي هلا ما وقفت تصوير بدنا نرجع لنبلش الموضه هلا الوان فاتحه مش درجة الوان غامقه حضرتك عم تحط شو انت؟ يا حياتي انا ما بحط مكياج تفضل مالي استاذ ابو فارس مالي بدنا نعطي نحن هلا كل شيء في نساء قاعدين قدام التلفزيون هلا عم تصور لقطه لا بس انه بهالحلقه كل الستات ناطرين شو بدهم يعملوا مكياج لهالشتويه رح بجي سؤالي لك ست الدنيا على شو بتعتمدوا بالالوان يعني مين مثلا فيكم تقولوا انه مين بقرر الالوان هلا اول شيء كمان ندرس البشره شو بيلبق لها في عندك بشره بيبقى ليه دارج الالوان الفاتحه مظبوط بدك تدرس البشره صاحبك ما بتقول هي في عندك بشره مدهنه في عندك بشره مزيته في عندك شو خص البشره المدهنه بالمزيته بالالوان عم نحكي عن الالوان البشره شو بيلبق لها الالوان هلا اذا واحد بلا ذوق لو تخصص 20 سنه سوري ما تزعلي مني عم ترجع حديث الي لا بس عم بحكي انه هي المصحه ذوق هي ذوق والسؤال موجه لإلي حضرتك ما عم تستعمل الذوق هلا انا بدي جاوب لا بليز لا لا بليز لا لا استاذ غسان لا انا عم بحكي انه اوقات بتبقى دارجه الالوان الفاتحه بيبقى وجه نوع وجه نوع بشره ما بيلبق للون الفاتح بنضطر نحط الغامق لو مش دارج اللون الفاتح سوري بس هون كانه ما تضايق من ضفيرك مش دارجين هيك الضفير هالسنه هيدي انا بسميهم ضفير عيد البرباره يعني ايه؟ انا عيد البرباره بس جاي بالمسكين انت اكيد بتشتغل بالتجميل مثل ايه شو بيشتغل سنجاري؟ لا لا شك شو بديش؟ شك ما بعرف ما انا ما بحكم شو بتشتغل بس شك انا جرب تحكي ايه ايه تجميل خليني في الأرض. لا بليز لا خليني في الأرض. محتارة هلا مع مين بدي بلش مع مين بدي أشتغل خليني في الأرض. كل ما عم تسأليني سؤال عم بجاوب هو شو محتارة كمان مع مين بدي بلش المقابلة إلي ولا لإله يعني؟ مقابلة لإله ولا سؤال جاوبنا عليه. تفضل احكي فرجيني إيه شو عندك. إيه أكيد بدي أحكي. احترمي حالك الله يخليكي. أنا مش عم بحترم حالي وحضرتك مش محترم حالك. إيه تحترمي حالي. يا الله يا إلهي هلا يلي منين إجينا. ايه ماما غيرت هون كنا صرنا كنا عم نقول انا بعرف هالمصلحه انه ما بيتفقوا اثنين يعني سوري قد ايه صار لك بالمصلحه؟ 17 سنة قلت لك ولد بعدها ولد؟ ولد انا محلك بنبسط انه بعدك جديدة يعني قد ايه صار لك وبعدك جديدة لازم يا ريت لا بنبسط انه الميك اب اللي بعمله بيصغرني هيك بنبسط عرفت كيف؟ هذا اسلوب بحط الميك اب مبين صغيرة مين قال لك مبين صغيرة؟ مين قال لك مبين صغيرة؟ هلا انت قلت لي مبين صغيرة بعدني صغيرة بالمصلح وما بعرف ليش قديش عمرك انت؟ شو عمري انا؟ يعني شو قديش عمري يعني ليش شو هلا 73 73 73 شو؟ ماشي ماشي 73 معك حق انا فكري بلاها المقابله يا مستر ابو فارس يا عمي يا مستر ابو فارس مالي استاذ ابو فارس خليني امشي لا بتعرف شو خليك بليز انا بمشي لا لا خليك بليز ما تشيل ايدك ما تمد ايدك علي ليش شو بيصير لك عليك صيد شخص ما بيعرف شيء خليه ينسحب ماما زي كيف احترمي حالك إيه؟ يعني ما بعرف انه انت عم تعملي معه مقابله كيف تقبل انه يحكي معي بهالطريقه ليش عم تزفري معي ليش عم تزفري لانه الله ما بطيقها بتفل من وجهي ليلى فل من وجهي عم قلك ما تقربي ما تقربي فل من وجهي عم قلك فل من وجهي عم بعتك علي كيف تقبلي ماما زرعت تعملي معي مقابله اصلا مو حالك لك روح لعني بقى شو بدي احترم حالي ليش انت محترم حالك انت لا قال ايدك عني ايدك ما تمدي ايدي فل من هون فل عم قلك فل من هون هاي كنا عم نلعب معك هاي شو تاكل غيرها على تلفزيون لبنان اي تلفزيون لبنان هيدا شو انا معدل البرنامج تعيش تاكل غيرها لا ايه كل شيء شفته هلا كل اللي قلته انهضت يا حبيبي شو